سأذكر الكلمة بالاسم في المفرد وتذكرونه في صيغة الجمع، ثم هل هو جمع مذكر سالم أم جمع مؤنث سالم أم جمع تكسير؟ مفهوم؟ الآن نور الأيام مع مهدي تعطوني الجمع، أحمد وسارة تعطوني نوع الجمع. يلا نستعد. فتاة. جيد. فتيات. جيد. كلمة ثانية حلقة. كيف كيف؟ جيد. ليس جمع تكسير، حلقات. يد. أيادي. جيد. أو أيدي. ما نوع الجمع؟ جمع تكسير. جيد. أرض. أراضي. جيد. جمع تكسير. أحسنتي. ساحة. ساحات. جيد. للزوج. جمع تكسير. جمع مؤنث. لا خلاص غلط. جمع ساحات. جمع مؤنث. جيد. كلمة أخرى. طرفة. لا ليس طرفة. ليس طرفة. طرف. ليس أطراف. ما نتكلموش. طرائف. طريق. جيد. ما هذه؟ طرقات. خلاص راحت لك. جمع مؤنث سالم. يلا الآن مكتب. مكاتب. مكاتب. جمع مؤنث. ليس جمع تكسير طرقات. مكاتب، عفوا مكاتب. جيد. الآن الكلمة الأخرى. عبارة. عبارات. عبارات. مش عمارة، عبارة. عبارات هو الأول. جيد. الكلمة الأخرى. عطلة. عطل. جيد. جيد. قلت لكم مرحلة الأخيرة أكون في التعادل. الكلمة الأخيرة. ساعة. ساعات. جيد. جمع مؤنث سالم. جيد. خلاص. خلاص. سلام. ننتقل الآن مع 4 تلاميذ آخرين، ننتبه جيدا. الكلمة الأولى هي ولد. أولاد. جيد. معاذ. أولاد جمع مذكر سالم. خلاص ماشي تاعك، تاع الفريق الثاني. كل زوج يخدموا كيف كيف. أنت تخدم مع أمين. يلا. بيت. بيوت. أمين. ما نوع الجمع؟ جيد. دائرة. جيد. جيد. مساحة. مساحة.